السلام عليكم يا شباب، خليني أوريكم كيف تشغلوا فيجوال ستوديو على البراوزر. هنفتح أنا أول حاجة، نكتب جيت هاب، وسأكون بالعربي جيت هاب كود سبيس. هذا خليك تشغل فيجوال ستوديو على اي بروزر. هنقول له ستارت فري، وانا مدير مشروع او كونتينر. هياخد ممكن نص دقيقة يدير في سيتنج ووضع عندي شنو فيجوال ستوديو. ثاني حاجة نبي نوريكم كيف تستعملوا الجيت هاب كوبايلوت، باش يساعد في عملية كتابة البرنامج. تمام. طبعا هذا عبارة عن مشروع من قبل دايره في كود برمجي بالسي مين باهي. طبعا خدها شوية وقت باش قدرت نشغله على الفيجوال ستوديو. شباب، هذا برنامج ببساطة ترتيب أسماء الطلبة. يعني عندي هنا نيم مصفوفة، وهي مصفوفة ثنائية، 10 طلبة، وكل طالب الاسم بتاعه بفرج 50. البرنامج هذا طبعا بمساعدة كوبايلوت، انت غير بس اكتب له بس اسم البرنامج فوق، وبعدها هو شنو يحاول يدير اوتو كومبليت. فياريت تشتغلوا في الكوبايلوت حتى ينفعكم في موادكم لقدام. هو اللي يكون بتاع شو كوبايلوت. في طريقة اسمها كوبايلوت شات، نقدر نقول له شنو، اشرح لي الكود بتاعي. قول مثلا بليز اكسبلين ذا بروجرام، ودي له شنو انت، ودي له سيرت، المفروض تو شنو يشرح لي البرنامج. تمام. مين سي اهي. طبعا قال لي في البداية الانكلود هي عبارة عن مكتبة للانبوت والاوتبوت، يستعمل فيها مال برنت اف والاف كيتس. السطر الثاني مين هي الداتا الرئيسية في برنامج سي. شارت تم بضع عبارة، قال لك مصفوفة ثنائية، وحكى لك قال لك وقال لك تمبرري هو عبارة عن مصفوفة، يعني يصير في عملية تبديل. تمام. رقم 4 عرفنا الاي والجي متغيرات الفور. رقم 5 اشرح لي، قال لي هذا جملة توضيح ادخال 10 طلبة. رقم 6 اللوب بتاعنا هو الفور، بندور 10 مرات باش نعبي المصفوفة. باهي. طبعا شغل طريقة التعبئة عن طريق حاجة اسمها اف جيتس، او تقدر تديرها بسكانف. لما استعمل جيتس اف جيتس وقال المصفوفة بتاعها نيمز، طبعا هو بيعبي الخانة الاولى، الثاني ملهاش علاقة، الثاني هو طول السترينج. ففي حاجة إضافية size of names، كم عدد الأسماء اللي مدرجيها، و stdin هي standard input أو وحدة الإدخال standard في لغة سي. تقدر هذه تعوض بها بدل ما تقدر يسكنها. وبعدين وين وصلنا؟ وبعدين قال استعملنا الفور، عند كل فور هذه الإدخال، وبعدين قال لك second فور من line 16 اللي عند line 18، هذه عبارة عن فور الأولى. وبعدين قال لي راه الكورسر واقف في البرنامج. عموما هو اشرح، تنقول له لو قد بنقول له شنو بليز كونتينيو، خليني نشوف لأن ما شرحش كامل البرنامج. قول
نقول له بليز كونتينيو بس نبي يكمل باقي البرنامج، فحيبدأ معايا من 11 ل 18. هيشرح لي، هيقول لي طبعا الفيرست فور دعا عليها، بعدين السكند فور قال لي هذه الخاصة بحاجة اسمها بابل سيرت. طبعا شباب في كويك وفي بابل. بابل سيرت هذا قال الخوارزميين وسامنا في ترتيب الحروف. 8 هي النقطة، قال لو STR كومبير هتاخد العنصر الأول أو المصفوفة الأولى وتقارنها بعضها بالنيمز جي، يعني كيف ما بدي وضح لكم في المحاضرة ترتيب الأعداد. نيمز جي ياخد الاسم اي تاكل زيرو، ياخد الاسم اللي بعدها ويقارن، لو مختلفات بدل، بس طبعا تبدل لو مختلفات أكبر من صفر، يعني الحرف البي المفروض يجي شنو بعد حرف الاي. باي رقم 9 طبعا لازم لما تبدلوا في السترينج ما تقدرش تدير سترينج تساوي، لو تستعمل سترينج كوبي ياخذ النيمز يحطها في التمبراري، وبعض نيمز جي يحطها في نيمز اي، وبعض التمبراري يحطها في شنو نيمز جي، نفس ما البرنامج نتاع ترتيب اعداد تصاعديه. عموما الثالثة هي جمع الطباعة. لو كتبت له مثلا بليس، لو كتبت له كونتينيو باي نبي كامل عقب الشرح، فحيشرح ترى قال لي رقم 10 هذه أو رقم 30 هي السطر هذا، قال لي هذه عبارة عن جملة توضيحية، وبعدين في الأخير الفور هذه تطبع شنو المصفوفة نيمس بعد ما صار لها ترتيب. باهي خلينا يا شباب ندول رن باستعمال الكود سبيس او الستاك يسموه الفيجوال ستوديو كود. طبعا هو ياخذ وقت باش تخليه يشتغل على سي. طبعا وريتكم في محاضرة اخرى، ممكن انتو تقدروا تطبقوا وضع الكود بلوكس. هندير رن للسي كود ونختار الكومبايلر متاعي جي سي سي ديباج اند بيلد، نختاره تمام. ف قاعد توه ندير في رن تمام. طبعا هنا يا شباب ما تخافوش، لان ايرور هذا مش ايرور، صدينا وورنينج يعني في حاجه كويسه تمام. توه البرنامج ده ديباج، هنمشي للتيرمينال وكل شنو ندخل 10 اسماء. باهي بالنسبة لعشرة اسماء هندخل 10 ارقام او 10 اسماء، بعدين ونترجم مثلا سامي علي زين، بنحاول نبي 10 اسماء. رويدة مثلا، رويدة مثلا مش عارف الصح، مثلا اسمي احمد، مثلا رامي، مروة، مثلا رمزي، مثلا عندك يوسف، عمر. باي خلاص بعد ما دخلت طبعا هو رتبهم لي بجد، هذا لما دخلت قال لي بعدين نقطة names in alphabetical order أحمد بعد علي، مروة، عمر، رامي، رمزي، رويدة، سامي، يوسف، وزين. هنفعكم البرنامج هذا باهي، وياريت تراجعوا، احنا في المحاضرة بدي ما لحقناش نكمله. بالنسبة لل دوت نت، أو هو مشروع دوت نت بس ما يهمنيش توا، المين دوت سي هو عبارة عن مشروع بديو بلغة سي. بالنسبة للبرنامج هذا يشتغل على واجهة لينكس كونتينر. لو بديتوا فيه من السمستر هذا، انا اتوقع ان شاء الله في بقية دراستكم في الاي تي حيفيدكم، بدل ما مثلا انا فاتح عن طريق براوزر، براوزر عن طريق تابلت، نقدر هذا البرنامج هذا نديله ران على اي جهاز في نت وفي براوزر تمام. هذا حنوقف عندنا، ولو عندكم سؤال تواصلوا على المنصة. باهي طبعا هذه اول سكرين ريكوردر عن طريق استعمال
اندرويد باهي. هنوقف الريكوردينج و لين الصور توصل. باهي، موفقين يا شباب.